الممثل الجديد للبنك الافريقي للتنمية يقدم اوراق اعتماده لوزير الخارجية والتكامل الافريقي محمد زين شريف. وزير الوظيفة العامة يطلق رسميا الاحصاء لجميع الموظفين بحضور وزير المالية والميزانية. ملعب الأكاديمية الرياضية بحي فرشة يشهد بطولة ما بين الحارات، وقد فاز بالبطولة فريق المجرية. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في تقديم النشرة الإخبارية العربية من العاصمة أنجمينا. قدم صباح اليوم الممثل الجديد للبنك الافريقي للتنمية نسخ من أوراق اعتماده لوزير الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي محمد زين شريف. كان ذلك بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية موسى محمد دقو. تقرير محمد صالح الحسين. علي محمد لامين زين قدم أوراق اعتماده كممثل للبنك الإفريقي إلى وزير الخارجية والتكامل الإفريقي محمد زين شريف، وفي أثناء ذلك تناول الشخصيتين سبل تطوير التعاون وتقويم مشاريع التنمية والمنظومة الجديدة لتمويل القطاعات الخاصة في النمو الاقتصادي. وعقب خروجه من المقابلة تحدث الممثل الجديد للبنك الإفريقي للتنمية قائلا بأن هذا اللقاء يدخل في إطار التعاون المشترك بين الحكومة التشادية والبنك الإفريقي للتنمية، وأكد علي محمد لامين زين بأن البنك الإفريقي مستعد لتمويل المشاريع التنموية ويساعد على خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة، علما بأن هذا اللقاء يسهم في فتح آفاق جديدة لترقية البلاد عبر المشاريع التنموية. بحضور وزير المالية والميزانية ترأس صباح اليوم وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي ترأس الانطلاقة الرسمية لعملية الإحصاء لموظفي الدولة بكافة الأراضي الوطنية والتي تستمر حتى 31 من شهر مارس الحالي. تقرير محمد طاهر الصالح. عقب التدريب الذي استمر لمدة 3 أيام لفرق الإحصاء من قبل وزارة المالية بهدف إحصاء موظفي الدولة في جميع الأراضي الوطنية، فإن الانطلاق الرسمية لهذه العملية الإحصائية أطلقها وزير الوظيفة العامة إذانا منه لبدء العملية ابتداء من 12 حتى 31 من مارس الحالي. وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي محمد مختار علي قال إن عملية الإحصاء الشخصي تبدأ في العاصمة إنجمينا وبقية أقاليم البلاد في 12 من مارس الحالي حتى 31، وتم توزيع فرق الإحصاء لتجوب الأراضي الوطنية طولا وعرضا، بحيث يشمل الإحصاء كل مواطني الدولة والمتعاقدين، وقد تلقت الفرق تدريبات كافية في مجال عملية الإحصاء باعتبار أن هذا العمل مهم جدا للدولة لمعرفة العمال الحقيقيين المتواجدين على أرض الواقع، وطلب من فرق الإحصاء العمل بجد وإخلاص. من ناحيته وزير المالية والميزانية عبد الله صابر فضل هو الآخر شجع فرق الإحصاء ونوه على أن الإحصاء ضروري لكل موظف أو متعاقد يتقاضى راتبا من الدولة، ولا مجال للإهمال والتقاعس في هذه العملية، ولم يسجل حضوره في هذا الإحصاء فلا يلومن إلا نفسه، وهذه العملية تدخل ضمن الإحصاءات المماثلة التي جرت في عامي 2010 و2015 مثل الإحصاء الرقمي وفحص شهادات موظفي الدولة، حتى يتسنى للدولة معرفة العدد الحقيقي والفعلي لعمالها والموظفين وكذا المتعاقدين. قام القائد العام للقوات المسلحة التشادية إبراهيم سعيد بزيارة إلى مقر القوات الجوية بهدف الاطلاع على المساعدات الصحية المقدمة من قبل دولة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. تقرير آدم حنفي. زيارة عسكرية في مجال صحي قام بها القائد العام للقوات المسلحة فريق ركن اللواء إبراهيم سعيد محمد إلى مقر عيادة الخدمات الصحية للقوات الجوية، وذلك بهدف الوقوف على المساعدات التي قدمت من قبل الشركاء لكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. المساعدات تتمثل في أسرة وأدوات أخرى تساعد العاملين بالمركز في الخدمات الصحية. القائد العام للقوات المسلحة اللواء إبراهيم سعيد محمد حيث شكر هؤلاء الشركاء وطالبا من مسؤولي المركز الصحي للقوات الجوية استعمال هذه المعدات بشكل مطلوب. مدير المركز الصحي للقوات الجوية حيث أشاد بهذه البادرة التي تبرز علاقة تشاد مع شركائها بكل الأطراف. المعدات
جابوها لنا دي ممكن نعمل اشياء كثيره يعني. تساعد علينا اصلا الريانيماسيون ده ممكن نشيل الناس هنا دون سانتر ده سيبي سانتر كويس وممكن بتساعد العشمي امراض المرضى اللي قاعدين في عشمي ممكن نجيبهم هنا مرات ونساعد العشمي والسنتين اربع كان كله ممكن نخفف الاول الارضات الثقيله جدا. ويشار إلى أن مثل هذه البادرة لا شك أنها تدخل في صميم العلاقات بين تشاد وشركائها عسكريا وصحيا واجتماعيا، فإن صحة أفراد الجيش هو أمر ضروري. بحضور بعض أعضاء الحكومة ونواب إقليم بوركو وحاكم إقليم بوركو دشنت مؤسسة القلب الكبير وغرفة الطوارئ الخاصة بلدغات العقارب، كما قامت مؤسسة القلب الكبير بترميم قسم الولادة بمستشفى فيا الإقليمي. تقرير أحمد ياسين عبد الرحمن. دعبت مؤسسة القلب الكبير سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو إلى تقديم يد العون والمساعدات الإنسانية للشرائح الضعيفة بالمجتمع، وعليه فقد حظي سكان إقليم بوركو ببناء غرفة طوارئ خاصة بمعالجة لدغات العقارب بمستشفى فيا وتزويدها بالمعدات والأدوية. وخلال حفل التدشين قدمت رئيسة بعثات مؤسسة القلب الكبير ليلى ماكبرايت كلمة باسم المؤسسة شكرت فيها جميع الحضور معددة الإنجازات التي ستقدمها المؤسسة لصالح سكان بوركو. تبعتها كلمات الثناء لمؤسسة القلب الكبير على العمل الخيري والإنساني. من جهته حاكم إقليم بوركو داود حماد بشير أشاد بجهود سيدة البلاد الأولى واهتمامها بصحة المواطنين. نقدم أحر التهاني والتبريكات للسيدة الأولى للبلاد هند ديبي هيتنو التي قامت ببناء هذه الغرفة لتلبي حاجة ملسوئي الأقارب بأقليم بوركو. وعقب تدشين الغرفة وتفقدها زار الوفد قسم الولادة بمستشفى فيا الذي قامت مؤسسة القلب الكبير بإعادة ترميمه وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية. وفور التدشين شرعت كل من الطبيبة فاطمة تنبوشية آدم والقابلة فلمة بكر في تقديم الاستشارات الطبية للنساء الحوامل وكشفهن لمعرفة سلامة وصحة الأجنة، بالإضافة إلى إقامة دورة تدريبية للدكتور جدي حول مخاطر لدغ العقارب وكيفية الوقاية منها. كما قدم في نفس الإطار الدكتور جدي إرشادات ومعلومات طبية للمواطنين عبر إذاعة فيا الإقليمية، موضحا أهمية الغرفة الخاصة بمعالجة لدغات العقارب، طالبا من السكان التوجه إلى المستشفى فور ظهور أي حالات لدغ للعقارب. وفي سياق نفسه قامت مؤسسة القلب الكبير للسيدة الأولى هند ديبي إتنو بتنظيم عمليات جراحية مجانية لبعض الأطفال الذين يعانون من أمراض التشوهات الخلقية بمستشفى الأم والطفل بنجامين. تقرير عبد الله إبراهيم وقراءة عباس بكر مصطفى. ما زالت تتواصل نشاطات مؤسسة القلب الكبير لصالح الشرائح الضعيفة وتقديم الخدمات الإنسانية دون توقف، وذلك لأجل إنقاذ عدد كبير من الشرائح المجتمع، وهي مؤسسة تعمل من أجل المصلحة العامة للمواطنين، وتسعى جاهدة لجلب وإهضار أطباء متخصصين في شتى المجالات للعلاج وخصوصا الأمراض المستعصية للأطفال وأمهاتهم. ولهذا الغرض تم إنشاء مركز في مستشفى الأم والطفل لاستقبال الأطفال المشوهين لتقديم والقيام بعمليات جراحية لهم. أمراض عندهم أسباب كثير، لكن في أول سبب نلقوه هو عدم المتابعة عن الأوين عندهم الحمل. المتابعة الكونسلتاشن برناتال هو مجان في تشاد، لكن في ناس ببوزيشن هنا محلهم القاعدين ممكن واحدين بعيد واحدين كمان عدم المعرفة ما يعملوا المتابعات للأوين اللي عندهم حمل، وده يدي نتيجة في 80%. ونذكر بأن مثل هذه الأمراض تحتاج إلى متابعة والعناية، وقد تكون غالبا يصيب الأطفال منذ الولادة، وسجل مثل هذه الحالات أكثر من 50 حالة حتى الآن. قدمت وزيرة المرأة كميات من شتلات الأشجار للجمعيات النسائية بإقليم بوركو بغية محاربة الزحف الصحراوي الذي يهدد الإقليم، كما قام حاكم الإقليم داود حماد بشير
كما قدم أيضا دراجتان ناريتان لمندوبية الشرطة الوطنية بإقليم بركو. تقرير إشراقة عبد الله رحمة. سعيا لحفظ الأمن بالبلاد واستقرار المواطنين، جاء تسليم دراجتين ناريتين إلى إقليم بركو من قبل الحكومة، حيث سلمها حاكم الإقليم محمد داود بشير إلى مندوب الإقليم للشرطة الوطنية بمدينة فيا، وذلك بهدف توفير الأمن بالمنطقة. وعلى هذا المنوال أشاد حاكم الإقليم بهذه البادرة الطيبة التي قامت بها السلطات العليا بالبلاد، حيث سلمت وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة أمينة كويانا 200 شتلة متمثلة في أشجار مثمرة وكذا أشجار الزينة، مشيرة عليهن الاهتمام وغرس هذه الأشجار. ومرسلا فيك الغياب دي نعرف قدر أنت تقدر إليها، وانا عارفه قدر انت لاخوات اخرين كل تبقى لهم توسين وتكاتف معهم، خلي بروجينا اللي ندور في بركونا لازم يكون. واخيرا تسلمت الاشجار الى 12 جمعيه نسائيه باقليم بركو، علما بان في نهايه الحفل قامت وزيره المراه والتضامن الوطني والاسره بتفقد اجنحه المعرض. بيئيا أيضا أطلق صباح اليوم الأمين العام لوزارة البيئة والمياه والصيد محمد أليفة موسى فعاليات اليوم المفتوح حول الإجراءات المبتكرة لمكافحة التغيرات المناخية، كان ذلك بحضور فني الوزارة وممثل الاتحاد الأوروبي لدى البلاد. تقرير محمود موسى الفيل. إن التغير المناخي هو اختلال في الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وأنواع الرياح التي تؤدي إلى حجم التغيرات الشاملة على المدى الطويل إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية. وعليه جاءت هذه المناسبة لليوم المفتوح حول التغيرات المناخية تحت شعار ما هي الإجراءات التكيفية المبتكرة لمكافحة التغير المناخي، الذي نظم من قبل وزارة البيئة والمياه والصيد بالتنسيق مع التحالف العالمي ضد التغير المناخي في تشاد. المناسبة شهدت عددا من المداخلات جلها تمحورت حول كيفية محاربة التغير المناخي والزحف الصحراوي، إلى جانب الحفاظ على البيئة ومكوناتها مع إيجاد سبل كفيلة تسهم في تطوير مشاريع ميدانية لصالح قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. مع التغيير هنا الجودة عندنا صعوبات كثير في العالم، بس نشوفها مثل اللاك تشاد أول سنة 60 عند 25,000 كيلومتر مربع، اليوم عند فضل 10% بس فضل 2500 كيلومتر مربع بس هنا العلمي. قلنا خلينا نجو نوقع الناس نخدمه في سوليسيون دليل ان نقدر نادابتي ان فونكسيون مع الحاله على شانجمان كليماتيك ده نلقى سوليسيون. هذا وبعيد افتتاحه لفعاليات اليوم المفتوح حول التغير المناخي، وقف الامين العام لوزاره البيئه والمياه والصيد على اجنحه المعرض الخاص لهذا اليوم للتعرف على منتجات واعمال المشاريع المتعلقه بحمايه البيئه وتطورها. للتذكير ستستمر فعاليات هذا اليوم لمدة يومين، وخلالهما يتم دراسة ومناقشة العديد من المواضيع الهامة في هذا المجال. قام في الأيام الماضية الرئيس الوطني لشباب حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الـ MPS إدريس عبد الله كالا كالا برفقة وفد مرافق له بزيارة إلى جمهورية النيجر بهدف المشاركة في أعمال المؤتمر العام لحزب الحاكم في النيجر. تقرير آدم محمد شرف الدين. شهد صالة قصر المؤتمرات لعاصمة جمهورية النيجر نيامي الحدث الكبير لمناضلي ومناضلات حزب بينديس تريع الحزب الحاكم في جمهورية النيجر، وأن هذا المؤتمر جمع مناضلو ومناضلات الحزب الذين أتوا من مختلف أقاليم نيجر والأحزاب المتحالفة مع الحزب الحاكم. وقد شارك في هذا المؤتمر وفود من دول إفريقية مختلفة كجمهورية مالي، سودان، ساحل العاج، بوريندي، بنين، وشباب حزب الحركة الوطنية للإنقاذ من جمهورية تشاد بقيادة الرئيس الوطني لشباب الحركة إدريس عبد الله كلكلا. ويأتي هذا المؤتمر تحت موضوع الشباب في مواجهة تحديات الأمن، حيث سمح المؤتمر لشباب حزب بينديس تريا الحزب الحاكم في نيجر مناقشة العديد من المواضيع التي تمثلت في الأمن والحجرة غير الشرعية والإرهاب وكل المشاكل التي يعانيها الشباب كالبطالة وغيرها. رئيس مكتب الشباب لحزب بينديس تريا متر جيبو قدم حصيلة الإنجازات التي حققها خلال 8 سنوات على رأس المكتب، وتم خلاله إنجاز الكثير من الخدمات الاجتماعية منحة وسياسية في جمهورية نيجر. من جانبهم الضيوف المشاركين من مختلف الدول في هذا المؤتمر ساندوا أعضاء حزب بينديس تريا
على جهودهم الجبارة في خدمة المواطنين، من بينهم كلمة الرئيس الوطني لشباب الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس عبد الله كلكلة، أشار فيها بالمهمة الكبيرة التي يقوم بها رئيس جمهورية النيجر محمد يوسف بجانب نظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو في محاربة الإرهاب التي تعيق الأمن والاستقرار في دول الإقليم. هذا وبعد 48 ساعة بقصر المؤتمرات للعاصمة النيجيرية نيامي تم تكوين مكتب شباب حزب بي ان ديس تريا بأكثر من 100 عضوا. بالعودة إلى العاصمة أنجمينا، ترأس صباح اليوم رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة أنجمينا مناسبة أداء القسم لمفتشي الضرائب والإيرادات المالية التابعين لوزارة المالية والميزانية. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. 18 شخصا من عمال إدارة مفتشي الضرائب والإيرادات المالية التابعة لوزارة المالية والميزانية أدوا القسم أمام قضاة المحكمة الابتدائية وكذا أمام مدعي محكمة الاستئناف السلطة الرابعة محمد صالح بريمي الذي قرأ نص القرار الذي يخول بالصلاحية الكاملة على مزاولة الأنشطة اليومية. هذا وقد طلب رئيس محكمة الابتدائية عبد الله محمد أبكر من عمال مفتشي الضرائب احترام قانون العمل وتطبيق القوانين واللوائح الداخلية لمفتشي الضرائب. القسم الحسا هلفنا ده ما قسم هنليب وما قسم دسوف جيوبنا ونعملوا أي فوضى في غير العمل. عين نقول القسم ده بدينا علينا سيقة وبدينا الحنبول بكوننا خدمه إشان لمصلحة هنت الدولة. تبقى الإشارة فإن عمال مفتشي الضرائب سيقومون بمزاولة أعمالهم اليومية عبر الإدارات العامة التابعة للضرائب في الدولة بالعاصمة وكذا مدن أقاليم البلاد، وهذا مما يعطي دفعة قوية في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة. ترأس حاكم إقليم البحيرة محمد أبالي صلاح بمدينة بول عاصمة إقليم البحيرة المناسبة الرسمية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام. تقرير حسن جدا عمر. على غرار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة دورة العام 2018، فقد احتفلت نساء مدينة أنغوري حاضرة مقاطعة واي بإقليم البحيرة. فمنذ الصباح الباكر شهدت ساحة الاحتفالات للمدينة عروض متنوعة لنساء المدينة ممثلات الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية إلى جانب التجمعات الريفية، حيث تتالت الكلمات كاللجنة التنظيمية وكلمة عمدة مدينة أنغوري وكلمة حاكم الإقليم محمد أبالي صلاح الذي تحدث فيها عن أهمية الاحتفال بهذا اليوم، مضيفا بأن المرأة تلعب دورا محوريا في المجتمع وأن اعتماد احتفالية هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة يجسد مدى مكانة المرأة. من إقليم البحيرة إلى إقليم نيدي شرق، حيث احتفلت مدينة أم جرس باليوم الدولي للمرأة دورة 2018 وسط مشاركة كبيرة من قبل الجمعيات النسائية بمدينة أم جرس، حيث مثل الحاكم في هذه المناسبة الأمين العام لإقليم نيدي شرق. تقرير محمد حسن آدم. نساء مدينة أم جرس حاضرة إقليم إنادي شرق كغيرهن من أخواتهن التشاديات ونساء العالم أجمع كن على الموئد للاحتفال بفعاليات اليوم العالمي للمرأة دورة العام 2018، حيث جرت المناسبة بميدان الاستقلال لمدينة أم جرس وبحضور الأمين العام للإقليم إلى جانب ممثلي الجمعيات النسائية التي جاءت للمشاركة في هذه الاحتفالية. رئيسة اللجنة التنظيمية سندو موسى في كلمتها شكرت نساء وبنات أم جرس على مشاركتهن الفعالة في فعاليات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية واليوم العالمي للمرأة، كما قدمت توصيات على السلطات العليا بضرورة تطبيق المبادرات الرامية إلى تحقيق الرفاهية للمرأة التشادية. الأمين العام لإقليم إنادي شرق ماب مرا أكد بأن هذا اليوم يسمح للنساء
التفاكر والتباهس حول البرامج التي تخص استقلاليتهن وتمكينهن اقتصاديا، إلى جانب مشاركتهن بجانب الرجل في دفع عجلة التنمية. احتفلنا يوم أمس النساء العاملات بالشركة الوطنية للكهرباء باليوم العالمي للمرأة بحضور العاملات بالشركة والإداريين فيها. تقرير آدم حنفي فاضل. هؤلاء النسوة كغيرهن من اللائي يحتفلن بعيدهن السنوي. العاملات بالشركة الوطنية للكهرباء نظمن هذه المناسبة التي يحتضنها اليوم العالمي لعيد المرأة الذي يصادف الثامن من شهر مارس لكل عام. رئيسة اللجنة المنظمة لهذه المناسبة فاطمة حسين حيث شكرت الجميع على تلبيتهم لدعوة هذا الحفل، وأكدت أن هذا اليوم هو اليوم الذي تشعر فيه المرأة بالسعادة ضمن اعتباريتها كعنصر هام في كيان المجتمع والتنمية الوطنية. مناسبة شملت جميع أقسام الإدارات المختلفة التابعة للشركة الوطنية للكهرباء. مدير الموارد البشرية بايبارين باتريس ممثلا للمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والذي قال في خطابه إن المرأة التشادية قد أثبتت جدارتها بنفسها وذلك طبقا لإخلاصها في العمل. كما شهد الحفل عرض مسرحي يحكي عن خطورة التوصيل العشوائي للكهرباء عند بعض المنازل، ويشار إلى أن شعار هذا الحفل هو السلام والأمن في مجال العمل. كما احتفلنا يوم أمس النساء الشرطيات باليوم العالمي للمرأة بحضور المدير العام النائب للشرطة الوطنية. تقرير هارون أباهدا. إن للمرأة وجودا بارزا في صفوف أفراد الشرطة الوطنية، كما أنها تمثل قوة لا يمكن الاستغناء عنها، والشرطية التشادية ذات الشخصية تعرض صفات المرأة التشادية الشجاعة كبقية نساء العالم اللائي صنعن مدهن. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فإن العاملات بالشرطة الوطنية من شرطيات وضابطات وإداريات احتفلن من خلال تنظيم مأدوبة غداء، وذلك للتعبير عن فرحتهن وابتهاجهن بهذا الحدث الذي يعتبر سانحة لمراجعة وتقييم البرامج التي تنفذها الحكومات لصالح المرأة من حيث الحقوق والواجبات، ووضع الخطط والاستراتيجيات لترقيتها وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالمرأة. وقد رحبت رئيسة اللجنة المنظمة للحفل الملازم عزيزة حامد بزميلاتها والضيوف، وأشادت بالجهود التي تبذلها الوزارة والإدارة العامة للشرطة الوطنية من أجل تحسين شروط العمل. أما المدير العام النائب للشرطة الوطنية سيراندي أنتوان فقد هنأهن بالعرض الذي جرى في الاحتفال الرسمي، وأمرهن بضرورة الحفاظ على هذه الميزة وسمعة الشرطة الوطنية حتى تكون دائما في الاتجاه الصحيح، وديمومة الحضور بقوة في الميدان للحفاظ على الأمن المجتمعي. كما احتفلنا مناضلات حزب التجمع الديمقراطي التشادي بالدائرة الرابعة احتفلنا باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام. تقرير آدم حنفي فاضل. حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين إرندته وبحشده الجماهيري لمكتبه الفرعي الكائن بالدائرة الرابعة يحتفلن مناضلات الحزب بخصوص اليوم العالمي لعيد المرأة الذي تنطلق فيه أفراح المرأة التشادية في صبيحة الثامن من شهر مارس لكل عام كغيرها من نساء العالم. اللجنة المنظمة لهذا الحفل وعلى لسان رئيستها فاطمة انجيني حيث شكرت الحضور وأعضاء المكتب التنفيذي للحزب، مؤكدة أن هذا اليوم هو يوم فرح وتبادل الآراء التي تسعى للبحث عن سبل تصل بها المرأة الثلاثينية المئوية التي قالها رئيس الجمهورية عند تنصيبه في ولايته الحالية. كما قدمنا النساء المحتفلات بحزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين بعض من المطالبات التي تتعلق جلها باستقلالية المرأة ومحاربة العنف ضدها. الأمين العام لحزب التجمع الوطني إرندتي ممثلا للرئيس الوطني للحزب قال إن كوادر الحزب ومناضليه يهنئ مناضلات الحزب بالدائرة الرابعة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والتي وصفها برائدة الإدارتين المنزل والإدارة، وشعار هذا الحفل هو الأمن والسلام والذي هو من أهداف الحزب نفسه. عقب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمدينة بوكورو دشنت النائبة البرلمانية نور الشام رمضان بئر ارتوازي لصالح أهالي المنطقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. تقرير عز الدين الأمين نصر. على هامش فعاليات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة 2018 وعقب الاحتفال الرسمي باليوم العالمي للمرأة الذي احتفلت به مدينة بوكوروح على غرار باقي المدن بالبلاد والعالم،
فقد تبرعت النائبة البرلمانية لمدينة بوكورو والسيدة نور الشام رمضان بحفر بئر ارتوازية كعطية منها لأهالي المنطقة. وقد حضر فعاليات افتتاح البئر محافظ مقاطعة الدباب إلى جانب عمدة مدينة بوكورو الذي امتدح البادرة واصفا إياها بالسخية، وقال إن أهالي المدينة وتحديدا حي قردولي ممتنون كثيرا لبادرة البرلمانية نور الشام. ورهقة جاب لنا إطف مية إطف وسوى لنا بير باسم هنال الفم في كومين هاكي جابوا البير ده. نتمنى للديبيتي الله يزيدك قدام ودائر منك تنتي اكزامبل اخر زياده من حتى للامين البر كله. فيما عبر سكان الحي عن عميق سرورهم وشكروا النائبه نور الشام على عطائها اللامحدود والذي هو في الحقيقه مسؤوليتها، وقالوا ان هذه البئر ستحد كثيرا من معاناتهم في التنقل. اما النائبه البرلمانيه نور الشام رمضان صاحبه العطيه فقد شكرت اهالي المدينه على انجاح تنظيم عيد المراه، وبما أن تقديم خدمات للمنطقة مسؤولية تقع على عاتقها فقد تعهدت بتقديم خدمات أخرى خلال المرحلة المقبلة. هذا وبحسب سكان المنطقة فإن النائبة نور الشام اعتادت تقديم مثل هذه الخدمات خصوصا في المناسبات الكبرى. نظمت رابطة العالمات الداعيات بجمهورية تشاد ندوة علمية تزامنا مع الاحتفالات بعيد المرأة، وجاءت الندوة بعنوان المرأة المتعلمة ودورها في التربية وصنع السلام. تقرير ياسر محمد أحمد. جاءت هذه الندوة العلمية التي نظمتها رابطة العالمات الداعيات بتشاد وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والأسبوع الوطني للمرأة التشادية بعنوان المرأة المتعلمة ودورها في التربية وصنع السلام. في حديثها نائبة رئيسة العالمات الداعيات السيدة أمينة أحمد موسى قالت إن أهمية تعليم المرأة ضرورة قصوى وهي تلعب دورا كبيرا في المجتمع، طالبة من المرأة التشادية عليها بمواكبة العصر والاستفادة من التقنيات الحديثة. من جانبه تداخل الإمام النور حسن محمد عضو المجلس العالى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد متناولا قضية المرأة مقدما إفادات عن حقوق المرأة التي نص عليها الشرع. أما الشيخ خالد عبدالله فريج رئيس بئسة الأزهر الشريف بتشاد هو الآخر قال إن المرأة المتعلمة لها دور كبير في بناء كيان المجتمع مبرزا الصفات الحميدة لدى المرأة المسلمة. أما رئيسة رابطة العالمات الداعيات بتشاد السيدة زينب يوسف آدم قدمت كلمة مطولة تناولت فيها أن أهمية المرأة في الإسلام ودورها في المجتمعات وفي صنع السلام، مضيفة أن استقرار المجتمع يعتمد على المرأة المتعلمة في مجال التربية والسلام. ممثل المجلس العالى للشؤون الإسلامية الدكتور أبو بكر ولر شكر جميع الأساتذة الذين أحيوا هذه الندوة وبحسن اختيارهم هذا الموضوع. هذا وقد تداخلنا بعض من الحاضرات بأدائهن حول دور المرأة وأهميتها بمنظور شرعي وعرفي. قدمت المديرة القطرية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لدى البلاد حديثا صحفيا أمام وسائل الإعلام العامة والخاصة، عرضت من خلاله حصيلة الزيارة التي قام بها وفد. نتابع حديث ممثلة البرنامج ترجمه الزميل ياسر محمد أحمد. الكاتبة والمؤلفة منصورة الدنيا ألفت كتابا يحمل عنوان هند ديبيت نو المرأة الأولى في تشاد. تناولت في هذا الكتاب العديد من النقاط الاجتماعية وأخرى ثقافية، وهذا الكتاب يتكون من 3 فصول متنوعة. الفصل الأول تناولت فيه الكاتبة شخصية هند ديبيت نو، والثاني نشاطها، والثالث مؤسستها القلب الكبير. اليوم ده شغل اللمانة نعفن دوني سيليبري ليفر ده عشان دوني وصفوا كيلي دون لو موند كي لا بريمير دام دي سي ان موديل، واي ماشي سوات لينا تعاون المساكين المرضانين. ايام ده الناس الاول ما يعرفوا تشات كلا سي بيعرفوا تشات عشان هند دي بي تخدم مع اورجانيزاسيون انترناسيونال. وخلال عرضها للكتاب تلقت الكاتبة تشجيعا من كبار الشخصيات المشاركة في الحفل والذين أثنوا عليها وتمنوا من الكتاب والمفكرين والأدباء المضي قدما نحو التأليف والكتابة التي تهم المجتمع. إذا نعتذر لهذا الخطأ الفني. هذا تقرير زميل ياسين أحمد ياسين عبد الرحمن حول عرض كتابه. شهد عصر أمس ملعب الأكاديمية الرياضية بالدائرة الأولى مباراة النهائي ما بين الحارات الدائرة الأولى والتي جمعت فريق حارة ماجرويا وفريق حارة ميليزي، وانتهت المباراة بفوز فريق ماجرويا. تقرير حسن جدا عمر. إنها مباراة لا تقبل القسمة على 2، جمعت بين فريقي حارة ميليزي المرتدي الأبيض وفريق ماجرويا الأخضر.
في نهائي بطولة ما بين الحارات التي انطلقت فعالياتها في 23 من يناير الماضي. 10 دقائق من انطلاقة المباراة كانت كافية لفريق ماجرويا ليحز شباك منافسه بضربة ثابتة وضعها متوسط الفريق أبو فريدريك في الشباك. من ثم عدل النتيجة اللاعب محمد رمضان بعد 10 دقائق من نفس الشوط، هدف دفع الفريق الأخضر إلى الهجوم مرة أخرى، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل. في الشوط الثاني استرجع الفريق الأبيض أنفاسه، إلا أن دفاع فريق الماجورية وقف صدا لجميع المحاولات، كما عاد الفريق الأخضر للهجوم مرة أخرى بمحاولات كادت تبكي جماهير ماليزي الذين لم يسع لهم ملعب الأكاديمية نظرا لعدم وجود مدرجات فيه. فقبيل نهاية الوقت الأصلي للمباراة ب5 دقائق تمكن الخضر من تسجيل هدف الفوز من تمريرة زحبية من اللاعب البديل أحمد جماء ترجمها زميله أبيض في الشباك، هدف أعطى هارة ماجرويا لقب النسخة الثانية من هذه البطولة. جزء الخضر ذات نشكركم كثير ألف شكر إن شاء الله دب جي مرسي ما رفقاني كل لمنا ولو أنا فوتبول لا أقول إن نارو أنا فيكتور ونارو أنا فينكي إذا كم سا كأمم غاية قا. لم يكتفي رفقاء محمد جبرين نكتا بلقب بطل الدوري فقط، بل تحصل حارسهم على جائزة أفضل حارس، فيما اكتفى الفريق الخاسر بجائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب. إذن بهذا التقرير الرياضي يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من عاصمة إنجمينا. نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، نلقاكم دمتم في أمان الله.